السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشارك معكم ماذا قالت الفيفا والكاف بعد تأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى الدور الفاصل قبل أن يرسم إن شاء الله يعني مشواره في بطولة كأس العالم بطبيعة الحال سنة 2022 بدولة قطر. ومن بعدها سأشارك معكم يعني بعض الصحفيين الإسبانيين الذين شنوا حملة شرسة ضد المنتخب الوطني الجزائري بأرقام كاذبة، سأشارك معكم خاصة أنهم شككوا في سلسلة الهزائم الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري. ومن بعدها سنمر إلى تصريحات بعض لاعبي المنتخب المصري السابقين عن المنتخب الوطني الجزائري. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا من أجل الإجابة عن جميع استفساراتكم. أولا بدلكم يعني بتصريح الكاف والفيفا، أولا بدلكم بتصريح الفيفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشادت بنجمنا الدولي الجزائري رياض محرز كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم. صرحت قائلة: رياض محرز والجزائر تختتم التقدم إلى الجولة الثالثة في إفريقيا، كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم. وشاركت معنا يعني بعض لقطات وأهداف نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز، وأيضا شاركت معنا في نفس السياق أول هدف سجله سعيد بن رحمة مع المنتخب الوطني الجزائري كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم، يعني في مباراة منتخب جيبوتي. وكان ذلك الرقم الذي حققه نجمنا الدولي الجزائري يعني سعيد بن رحمة، فرحنا له بذلك الهدف بطبيعة الحال جميعا. أما الآن أشارك معكم ماذا قالت الفيفا في موقعها الرسمي عن المنتخب الوطني الجزائري بعدما أن تأهل إلى يعني الدوري الفاصل. كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم شاركت معنا المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي الإفريقي. تكلمت عن الجزائر، تونس، نيجيريا، الكاميرون، مالي، مصر، غانا، السنغال، المغرب و جمهورية الكونغو الديمقراطية. وصرحت قائلة: أعزائي الكرام، سليماني يتوهج وتألق الجزائري إسلام سليماني بشكل كبير خلال الدور الثاني، حيث أنهى تلك المنافسة متصدرا قائمة الهدافين بسبعة أهداف. والأبهى من ذلك أصبحت خلال مباراة فريقه أمام النيجر يوم الثامن من شهر أكتوبر الهداف في تاريخ كتيبة الخضر، علما أنه هز الشباك 37 مرة متفوقا بهدف عن مواطنه عبد الحفيظ تصفوت. ويعد سليماني والذي يمتلك في جعبته 16 هدف هو رابع هداف في تاريخ التصفيات القارية لكأس العالم الفيفا برفقة إيمانويل إيدي بايور، وأيضا أعزائي الكرام يعني حتى سامويل إيتو وديدي دروغبا كما تشاهدون. وهو إعلان أيضا في موقع الكاف عن الأهداف التي سجلها نجمنا الدولي الجزائري إسلام سليماني. وصرحت قائلة: 20 دقيقة فقط كانت كافية لإسلام سليماني لتسجيل ثنائية في شباك النيجر وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للجزائر برصيد 38 هدف بطبيعة الحال. هذا ما قالته الفيفا عبر موقعها الرسمي. الآن أشارك معكم ماذا قالت الكاف عبر موقعها الرسمي إشادة بالمنتخب الوطني الجزائري. وصرحت قائلة: أعزائي الكرام، عن المنتخب الوطني الجزائري بأنه يتصدر الثعالب الصحراء المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو. وصرحت قائلة: فاز المدافعون عن لقب بطل إفريقيا بأربع مباريات وتعادل في مباراتين اثنين وأحرز 25 هدف في هذه العملية وفي هذه التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022، وهي الأعلى في كل هذه المجموعات. المنتخب الوطني الجزائري بهذه الأرقام يرعب جميع المنتخبات ما شاء الله عليها أعزائي الكرام بتلك يعني الكثافة العددية من الأهداف التي سجلها محاربو الصحراء. أما الآن أشارك معكم ماذا قالت الصحف الفرنسية والإعلام العالمي ذاكرًا بصفة عامة عن المنتخب الوطني الجزائري. لو باريزيان صرحت قائلة: يعني رغم تعثره أمام منتخب بوركينا فاسو أي الجزائر، فإن المنتخب الجزائري حسم ورقة العبور للدور الفاصل من التصفيات المونديال. أما بالنسبة لفوت ميركاتو صرحت قائلة في عنوانها: رغم لحظات الرعب التي عاشها خلال مواجهة بوركينا فاسو، نجح المنتخب الوطني الجزائري في حسم يعني بطاقة التأهل للدور الفاصل من تصفيات المونديال. أما ليكيب الفرنسية صرحت قائلة: بفضل تعادله أمام منتخب بوركينا فاسو ضمن المنتخب الوطني الجزائري تواجده في الدور الفاصل، وذلك على أمل المشاركة في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه ان شاء الله. اعزائي الكرام ان شاء الله يعني نشاركوا في المونديال ويعني نحققوا ارقام كبيره بطبيعه الحال. حاليا نشارك معكم
ماذا قال اللاعبين المصريين يعني بعد تفوق بعد تعادل المنتخب الوطني الجزائري امام منتخب بوركينا فاسو؟ عندنا طارق صيد هذا اللاعب اعزائي الكرام السابق يعني للمنتخب المصري، صرح قائلا اعزائي الكرام انه لا يتمنى ان يكون هنالك اي مواجهه بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المصري، حيث صرح قائلا اتمنى ان تبتعد مصر عن مواجهه الجزائر او المغرب او السنغال، كما اتمنى ان تكون القرعه مع منتخبات في التصنيف الثاني حتى تكون مهمتنا في التاهل سهله. وقائلا لكن المنتخب الذي يرغب في التاهل لكاس العالم يجب عليه ان يفوز على اي مناسب. وكان هذا رد قاسي على احمد شوبير الذي تطور على المنتخب الوطني الجزائري، وقلب لان المنتخب الجزائري ما يخوفش وقادر نربحه. ايضا عندنا حازم امام هذا ايضا اعزائي الكرام صرح قائلا هناك عده ملاحظات سلبيه على طريقه لعب منتخب مصر، اذ يعتمد على يعني تشكيله 4-3-3 بتوظيف محمد ديني وعمرو في مهام هجوميه جديده عليهم، وكيروش مطالب بتقييم الفتره الماضيه جدا ثم تصحيح الاخطاء مع بعض اللاعبين الذين يجدون في المركز الجناح مثل محمد شريف واحمد ياسر ريان، ولذلك يجب اختيار من يصلح لهذه المراكز. وسمع عن المباراه الفاصله انني لا ارى ان المنتخب الجزائري يقدم يعني مجهود بشكل قوي، يعني ما راش يقدم في المستوى الكبير. وصرح قائلا لا توجد اي مشكله اذا واجهنا الجزائر يعني في مباراه الفاصله، حيث واجهناهم في 2009 وكان منتخب مصر الاقوى، لكن تاهلت الجزائر الى المونديال وبالتالي نتائج المواجهات الكبيره دائما خارج التوقعات. وصرح قائلا اتمنى فقط ان يبتعد منتخب مصر عن مواجهه المغرب في الدور الفاصل لانه يقدم اداء رائع وتحت قيادة وحيد خاليلوسيج، ولكن مع المنتخب الوطني الجزائري قال مرحبا، يعني المنتخب الجزائري ما راش يخوفنا، فبطبيعة الحال مرحبا بكم، يعني نتحدوا جميع المنتخبات، يعني تلك النتيجة اللي عملناها أمام منتخب بوركينا فاسو كانت يعني الهدوء قبل العاصفة. أما بالنسبة للاعب الثاني أعزائي الكرام أحمد حسام ميدو، صرح قائلا هو أيضا أعزائي الكرام في أحد القنوات التلفزيونية المصرية، وصرح قائلا أنه يعني المنتخب الوطني الجزائري لم يفوز بكأس أمم إفريقيا سابقا بشكل بسيط، مشيرا إلى العمل الكبير الذي قام به اللاعبين منتخب الوطني الجزائري وبالماضي، واستبعد اللعب أمام المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة هو أيضا. أما بالنسبة لإبراهيم حسن هذا يعني اللاعب السابق لمنتخب الفراعنه، صرح قائلا الكره الجزائريه تطورت بشكل ملحوظ في الاونه الاخيره تحت قياده جمال بالماضي، حيث ظهر محارب الصحراء بشكل رائع في بطوله كاس الامم الافريقيه الماضيه ونجحوا في حصد اللقب، وقائلا المنتخب الوطني الجزائري هو الافضل حاليا في القاره السمراء. ولما ترى طريقه التعامل بالماضي مع نجم مثل رياض محرز فانك تفهم سر النجاح. بالنسبه اليه رياض محرز لاعب مثل البقيه رغم انه نجم كبير في السيتي، لكن هو يدرك انه سيكون في الاحتياط في حال لم يقدم ما عليه في كل مباراه. كما قلت لكم اعزائي الكرام هنالك بعض يعني اللاعبين السابقين اللي قالوا بلي ان المنتخب الوطني الجزائري مرعب وماذا بينا ما نلعبوش ضده، ولكن هنالك احد اللاعبين السابقين قال بلي ان المنتخب الوطني الجزائري ما راش يقدم في المستويات الكبيره وراح نتحداوه وراح نفوزوا عليه في المباراه الفاصله. وانا نقول لكم اعزائي الكرام يعني شهر مارس راح نعرفوا يعني شهر ديسمبر راح نتعرفوا على المنافس نتاعنا، وشهر مارس راح نلعبوا وان شاء الله نفوزوا عليه ذهابا وايابا. وكما قلت لكم تلك النتيجه امام منتخب بوركينا فاسو كانت فقط يعني الهدوء قبل العاصفه. اما انتم اعزائي الكرام المشاهدين في هذه القناه اعطونا رايكم في صندوق التعليقات حول هذه التصريحات من اللاعبين المصريين. والان نمر الى الخبر الموالي، هو انني شاهدت هجوم صراحه من احد يعني الصحفيين واحد الاعلاميين في اسبانيا الذي شكك في سلسلة الهزائم للمنتخب الوطني الجزائري. كما تشاهدون عمل هذه القائمة الظاهرة أمامكم، فيها الأرجنتين برصيد 27 مباراة بدون هزيمة، المغرب برصيد 23 مباراة بدون هزيمة، إنجلترا برصيد 20 مباراة بدون هزيمة، وهذا أعزائي الكرام منذ يعني 2018 إلى 2021، يعني منذ ترأس الكوتش جمال الماضي على رأس العارضة الفنية. وأيضا فرنسا 18 مباراة بدون هزيمة، الجزائر 17 مباراة بدون هزيمة، إيجيبت يعني مصر ب 13 مباراة بدون هزيمة، أما إيران ب 13 مباراة بدون هزيمة. والغريب في الأمر، الغريب في الأمر هو أن المنتخب الوطني الجزائري حاليا راه محقق 33 مباراة بدون هزيمة، وذلك اعترافا من الفيفا. الفيفا يعني في اليوم 8 أكتوبر سنة 2021 عندما فزنا ب 30 مباراة بدون هزيمة عملت إعلان في موقعها الرسمي بأنه يا جماعة المنتخب الوطني الجزائري راه في رصيده 30 مباراة بدون هزيمة كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم. يعني المنتخب الوطني الجزائري حسب الفيفا رسميا عنده سلسلة الهزائم الخاصة به حاليا 33، وهذا الرقم 30 أعزائي الكرام كان فقط في موعد سابق يعني في 8 أكتوبر. والفاف عملت 33 مباراة بدون هزيمة في موقعها الرسمي، وهذا الشيء لم يلاحظه
الإسبان للأسف الشديد، ومش فقط الإسبان، شفت العديد من الصحفيين للأسف الشديد يعني ما مأمنينش بلي أنه حقا المنتخب الوطني الجزائري راه محقق يعني 33 مباراة بدون هزيمة. وأنا راني عارف علاش الإسبان راهم دايرين كيما هاك، لأنه حسب رأيي الشخصي المنتخب الوطني الجزائري راه قريب باه يسحق سلسلة الهزائم الخاصة بهم. يعني أنا نحير كي نشوف هذه التصريحات ومثل هذه التصريحات من صحفيين بدأوا العمل تاعهم منذ سنة 2010 أعزائي الكرام، منذ سنة 2010 إلى حد يومنا هذا 11 سنة نتاع العمل والنزاهة في الصحافة، تجي تكتب مثل هذه التغريدات الغبية. المنتخب الوطني الجزائري عنده 17 مباراة بدون هزيمة، أنتم راكم في المرتبة 35 بدون هزيمة، 35 مباراة بدون هزيمة، وحنا رانا في يعني 33 مباراة بدون هزيمة. رانا قراب نحطموا لكم الرقم القياسي تاعكم، علاش راكم خايفين من، ولكن احنا ما نسمعوش بهم لانه الفيفا هي اللي راح تتكلم، والفيفا راه معترفه بسلسله الهزائم الخاصه بالمنتخب الوطني الجزائري. وانا بغيت فقط نرد على هذا يعني التعليق وهذه التغريده من هذا الصحفي الاسباني، باه ما يزيدش اعزائي الكرام يكتب مثل هذه التصريحات ويكتب مثل هذه الارقام، لانه اذا ما راكش تعرف الارقام روح عندنا احنا نوريوك الارقام. المنتخب الوطني الجزائري في رصيده 33 مباراه بدون هزيمه. وكان هذا فيديو اليوم اعزائي الكرام، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.